لماذا تعتبر نوعية هذه المرة بالذات؟ لأن نفذها قتال شهداء الأقصى بضرار عسكري وفتح اثنين أحد ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما يعني أنه فتح جبهتين جديدتين، واحد مع فتح التي تملأ يعني ردود الفعل الإيجابية جميع الفتحويين في الأرض المحتلة، اثنين أبناء الأجهزة الأمنية تخشى إسرائيل أن يسلط الضوء هذا على تكرار مثل هذه التجربة على الضباط الفلسطينيين، وهذا ما حدث في 2001. معظم الشهداء ومعظم الأسرى والمؤفدات كانوا من أبناء الأجهزة الأمنية وأبناء فتح. إذا هي معركة جديدة وكبيرة وخطيرة، لذلك أراد بأن إسرائيل جلست مع كبار المسؤولين في السلطة وطلبت منهم قمع الانتفاضة في الاعتقالات، والسلطة رفضت باعتبار أن هذه الأرض محتلة وأن الأمور الآن ليست كما تعتقد إسرائيل.